صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يباع في معرض الكتاب الدولي كتب فيها بدع وضلالات وشركيات، فما هو واجبنا نحو ذلك؟ أجبنا عن هذا في الليلة الماضية وقلنا عليكم أن تسجلوا كل ما ترونه من المنكرات أو من الكتب الفاسدة، أن تسجلوا ذلك وأن تقدموه للمسؤولين ليتخذوا نحوه الإجراء اللازم إن شاء الله. نعم. وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن إنكار المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنتم ولله الحمد تستطيعون الإنكار باللسان، وذلك بتسجيل الملاحظات ورفضها إلى المسؤولين. نعم. والكلام مع المسؤولين في هذا. نعم.